السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. خلينا نتكلم عن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي أو الدور الرابع. متابعين الكرام، الفيديو هيكون بتوقيت مصر بإذن الله تعالى، وهنقول توقيت مكة المكرمة، وهقول لك في أول الفيديو التوقيتات كلها بإذن الله تعالى. اليوم الجمعة الموافق 4/2/2022، ويوم الأحد 6/2/2022 نهاية دور الـ32. اليوم باذن الله تعالى عندنا مباراه واحده، مباراه مانشستر يونايتد امام ميدلسبرا. ميدلسبرا الانجليزي طبعا. المباراه بعد الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا. لو عايز توقيت مكه المكرمه والسعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق من فضلك زود ساعه، يعني 10 مساء بتوقيت مصر هتكون 11 مساء. ولو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعه، ف10 مساء هتكون 9 مساء. ولو عايز توقيت الامارات وعمان من فضلك زود ساعتين، 10 مساء هتكون 12 منتصف الليل. ولو عايز توقيت جرينتش موريتانيا من فضلك قلل ساعتين، في 10 مساء هتكون 8 مساء. مانشستر يونايتد في مواجهه ميدلزبرا الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه، القناه الناقله قناه بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لبريميوم، معلق المباراه يوسف سيف. يوم السبت 5/2/2022 عندنا مباراه بين تشيلسي امام بيليموس اراجايل الساعه 2:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، 3:30 عصر او مساء بتوقيت مكه المكرمه، والقناه الناقله للمباراه قناه بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لو بريميوم، معلق المباراه سوار الذهب. في نفس التوقيت كيدر منستر هراريز امام ويست هام يونايتد الساعه 2:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، 3:30 عصر او مساء بتوقيت مكه المكرمه، القناه الناقله للمباراه. متابعين الكرام، عندنا قناه بين سبورتس اتش دي 3 بريميوم الثالثه بريميوم. بعد كده عندنا 1 2 3 واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، 8 مباريات في نفس التوقيت. والمباريات هي كريستال بالاس أمام هارتلبول يونايتد، هيدرسفيلد تاون أمام بارنسلي، بيتر بورو يونايتد أمام كوينز بارك رينجرز، ساوثهامبتون أمام كوفنتري سيتي، إيفرتون أمام برينتفورد، ستوك سيتي أمام ويغان أتلتيك، ومانشستر سيتي أمام فولهام، وولفرامبتون أمام نورتش سيتي. المباريات دي كلها في نفس التوقيت، الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. بالنسبة بقى للقنوات الناقلة للمباريات، مباراة مانشستر سيتي أم فولهام هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لبريميوم، معلق المباراة حفيظ الدراجي. مباراة ولفرهامبتون أمام نورتش سيتي هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم. ومباراة ساوثهامبتون، مباراة ساوثهامبتون متابعين الكرام أمام كوفنتري سيتي دي هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 1 اكسترا، اكسترا 1 أو الاكسترا الأولى. مباراة ايفرتون بقى أمام بيرنلي، ايفرتون وبرنتفورد عذرا في نفس التوقيت، وهتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 2 اكسترا، اكسترا 2. باقي بقى المباريات يعني مش معروف القناة الناقلة ليها ايه بصراحة، يعني عندك مثلا مباراة زي كريستال بالاس أمام هارت البول ممكن على تكون على قناة بين سبورتس اتش دي 3 بريميوم التالتة بريميوم أعتقد يعني. أما باقي المباريات تعتبر مش مهمة إن هي أصلا تتذاع، فبالتالي أعتقد مش هتتذاع يعني. طيب كامبريدج يونايتد هيلعب أمام لوتون تاون الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والمباراة هتتذاع بين كامبريدج أمام لوتون هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 3 بريميوم التالتة بريميوم. وآخر مباراة معانا هي مباراة توتنهام امام بين امام برايتون، والمباراه معادها الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه، كنا على قناه بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثالثه بريميوم، معلق المباراه علي محمد علي. وطبعا الكرام يوم الاحد 6/2/2022 او 6 فبراير عندنا ثلاث مباريات، اخر ثلاث مباريات في دور ال 32. ليفربول هتلعب امام كارديف سيتي الساعه 2 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، الساعة 1 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 عصرا او مساء بتوقيت مكة المكرمة. متابعين الكرام، القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لا بريميوم، معلق المباراة خالد الحدي. بعد كده عندنا مباراة بين نوتنغهام فورست امام ليستر سيتي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ومباراة ليستر سيتي هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم، لأن الأولى هتكون على مباراة برشلونة في الدوري الأسباني. بعد كده آخر مباراة، مباراة بورنموث أمام بوريهام وود اف سي، 8:30 مساء بتوقيت مصر، 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والقناة كلها المباراة تكون قناة بين سبورتس اتش دي 1 اكسترا، اكسترا 1 او اكسترا الأولى.
طيب متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واملاك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، بعتذر على الإطالة، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.